معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتور هداب الكبيسي. مرحبا بك دكتور هداب. إذا النائبة ليلى تميمي ذكرت أن موازنة عام 2019 تؤكد عجزا يصل إلى 113%. ما دلائل هذه النسبة الكبيرة في العجز؟ نعم عليك وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة نسبة العجز في العراقية بلغت يعني نسبة جدا كبيرة بالمقارنة مع 2018، وهذا السبب يرجع إلى أنه تقارير دولية أجنبية أظهرت إلى أن هنالك زيادة في نسبة الإنفاق في الموازنة العراقية للمعدل لعام 2019 بنسبة 23% زيادة عن 2018، فبالتالي بالتأكيد سيكون هنالك عجز أكبر، وعجز قد يكون في بادئ الأمر أنه كان ممكن أن يسيطر عليه، لأن كما ذكرت المسودة الأولى أنه على الأساس أن أسعار النفط ترتفع وأن الإنتاج سيزداد، وكنا قد نوهنا عن ذلك بأن ممكن هذا الشيئين سوف لن يحدثا، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في الإنتاج وانخفاض في أسعار النفط، وفعلا هذا الذي حدث بالنسبة للمسودة الأولى عن المسودة الثانية. كذلك أشار تقرير أجنبي أنه هنالك المصادر التي حددها العراق المصادر الغير نفطية أي هنالك توجد انخفاض بها بال 2019 بنسبة 18% عن 2018 موازنة، وبالنتيجة التقرير يتساءل أيضا لماذا في الإنفاق الكلي، وبالتالي سيؤدي إلى حدوث عجز. نعم. طيب أيضا مجد تميمي عضو اللجنة المالية البرلمانية قالت أن هناك نفقات وهمية في الموازنة سجلت ضمن أبواب صرف فعلية، يعني من المسؤول عن متابعة هذه المصروفات الهائلة؟ بالنسبة للمشاريع المعطلة والتلقؤات الموجودة في هذه المشاريع، هذه موجودة منذ عام 2017، كانت قد وصلت إلى حوالي 206 مليار دولار بتعطيل 9000 مشروع. هذا أكيد الرقم ازداد، وكما ذكرتم في تقريركم لأحد النواب بأنه قد يصل إلى 350 مليار دولار، أكيد لأنه هو كان 206 مليار دولار في 2017، أكيد رح يكون التلكؤ في هذه المشاريع بشكل أكثر وأكبر، وبالنتيجة أيضا سيؤثر ويؤدي إلى عجز في الموازنة. ولكن أكو هناك نقطة أيضا مهمة يجب أن ننظر إليها، يعني حتى توجه المشاريع في العراق هو توجه استهلاكي وليس استثماري، بناء المولات التي هي متخصصة في بعض الماركات العالمية وإلى آخره، أنا أعتقد أنه مثل هذه المولات في الوقت الحاضر العراق ليس بحاجة إلى، العراق بحاجة إلى تسيير والقضاء على التلكؤ الذي حادث ويحدث في المشاريع. ذكرتم أيضا في تقريركم هذه المشاريع بين 200 مشروع يعني كمعدل، لأن هنالك 600 مشروع على سبيل المثال متلكئ في صلاح الدين، لكن 200 مشروع في المثنى وذي قار، وأنت أخذ من شمال العراق إلى جنوبه هنالك مشاريع متلكئة بحدود 250 مشروع. إذا أنت عندك مشاريع استثمارية أهم أن تعمل عليها من أن تعمل على مشاريع استهلاكية استثمارية كبناء وإنشاء المولات. وأحب أن أيضا أعرج على نقطة مهمة. تفضل. في البرنامج الاقتصادي الحكومي للسيد عادل عبد المهدي يشير الى ان هنالك مجمعات سكنيه على سبيل المثال ايضا توجد فيها تلكؤ وايضا فيها انها غير منجزه. هذه المشاريع هو يأمل انه في 2022 سيتم انجازها 100%، ولكن عندما تعود الى اصل هذه المشاريع وكما هو مدرج في هذا البرنامج هي باديه منذ 2013، إذا احنا في حوالي 10 سنوات لم نستطع أن نحقق أي هدف في بناء مجمعات سكنية في جنوب العراق، وبالتالي نتوقع في 2022 أن تبلغ نسبتها 100%، فكيف لنا أن نتوقع
أن تسير هذه الموازنة أو البرنامج الحكومي بشكل صحيح وبما يحقق معدلات ونسب صحيحة. هذا يجرنا إلى أنه معدل الأداء الاقتصادي حسب إحصائيات دولية ظهر للعراق هو 3.9 بالعشرة، وكان من إذا أخذنا النسبة 10 بالعشرة العراق 3.9 بالعشرة، تقترب من الأربعة يعني. نعم تقترب من الأربعة، نعم صحيح. يعني هذا الأداء الاقتصادي للعراق بكل مؤشراته من الرفاهية إلى التوازن في حالة السوق سيئة. إلى أسعار العملة، نعم. وبالتالي فترتيب العراق 106 من أصل 129 دولة، فكيف لهم أن يحلوا هذه المشاكل وأن يقضوا على حالة عدم التوازن وإلى آخره؟ في سؤال أخير لو سمحتي. نعم. دكتورة، يعني كما تفضلتي عن إيضاح هذه المشاريع أو المشروعات المتلكئة، هناك أيضا مشروعات وهمية تقدر تكلفتها ب 350 مليار دولار. يعني إلى متى سيستمر إذن مسلسل نهب أموال البلد بحجة تلك المشروعات؟ أيضا هذا جزء من ملفات الفساد، نعم صحيح، من جزء من ملفات الفساد والمحسوبية والبيروقراطية، وكلها تتوجها هي الصراعات السياسية. إذا لم تحل الصراعات السياسية وإذا لم تحل اللي احنا نطلق عليها دائما، وإن كان يعني قد هذا المصطلح غير يبدو واضح، هو الدولة العميقة وسيطرة بعض الجهات والميليشيات وإلى آخره، إذا لم يتم حصر وبالتالي تسيير الأمور بشكل صحيح كما متعارف عليها في بقية الدول، أي أن تسيير الأمور الاقتصادية والسياسية بشكل ممنهج، أننا سوف لن نستطيع أن نحل هذه المشاريع الوهمية، وستبقى هنالك مشاريع وهمية لا يمكن السيطرة عليها، لأنه أساسا لا يوجد هنالك رقابة، لا يوجد هنالك من يوقف أي من الجهات التي تكون مسؤولة عن الفساد أو لديها اليد الطويلة في تسيير وتمشي هذه المشاريع الوهمية أو المتلكئة منها، سوف لن نستطيع أن نحل هذه المشكلة إذا لم نستطيع أن نحل أو نقضي على الفساد أو نبدأ بالتفكير وليس فقط بالكلام. شكرا جزيلا لك من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هدى بالكبيسي.